Mr. Chairman. سيد رئيس المؤتمر، أصحاب السعادة، السيد الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، معالي الوزراء، سيدات مديرو القطاعات، سيدات والسادة الكرام، يشرفني ويسعدني حضوري بينكم اليوم في المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات قصد مناقشة وتدارس دور ومكانة تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإنه لمن دواعي السرور أن يتم هذا في المدينة الجميلة والمضيافة بوينس إيرس، ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بخالص الشكر للسلطات الأرجنتينية وشعبها الكريم على الترحاب الحار والتنظيم الممتاز. كما أود أن أشكر جزيلاً السيد الأمين العام هاولين زاو على كل الجهود التي يبذلها لإبراز الدور الفعال للاتحاد ضمن مسار تجسيد أهداف التنمية المستدامة. في البداية أيها السيدات والسادة، اسمحوا لي أن ألفت انتباهكم لأمر قد يغفله معظمنا لشدة ما اعتدنا عليه، حيث أنكم أيها الحضور الأفاضل المشاركين في هذا الحدث لست وحدكم من سيصغي لمداخلتي هذه، إذ بفضل التكنولوجيا أضحى من الممكن الآن لأي شخص عبر المعمورة، بما في ذلك مواطنو بلدي في الجزائر أو سكان قارة إفريقيا أو في أي جزء من العالم، أن يتابعوا الدقائق الثلاثة لخطابي هذا عبر البث المباشر أو بعد تحميله على شبكة الأنترنت. إن تحميلهم للخطاب لن يستغرق أكثر من 10 ثوان إن توفر لديهم التوصيل بتكنولوجيا الجيل الرابع بالطبع، مع أنهم سيحتاجون ل3 دقائق كاملة لمشاهدة الفيديو بأكمله، أليس كذلك؟ سرعة التحميل صارت اليوم مذهلة، ولكن السيدات والسادة الكرام، كم من الناس في رأيكم بإمكانهم استعراض هذا الفيديو كله، وكم من الناس لن يسمعوا حتى عن وجوده، أو ربما لن يسمعوا أبداً عن وجود أي فيديو عبر الإنترنت. فاليوم لا يقل ما لا يقل عن 1 مليار شخص في إفريقيا محرومون من الاتصال بالإنترنت بكل أنواعه بسبب ضعف معدل انتشار الشبكة، التي عادة ما ينحصر توفرها في المناطق الحضرية الرئيسية فقط. والأخطر من ذلك هو أن نسبة استخدام الإنترنت لا تتجاوز 2% في بعض الدول الإفريقية. من الأعجب أن ثاني أكبر قارة وأكثرها كثافة سكانية تتميز بأدنى تغطية للإنترنت في العالم 10%، ونحن في 2017. إن السؤال المطروح هو إن كانت 90% المتبقون من سكان القارة يتطلعون إلى سرعة التوصيل الفائقة بالجيل الرابع أو الخامس أو أي تكنولوجيا أخرى مستقبلية، في حينهم لا يحظون اليوم حتى بشبكة الجيل الثاني. قد أصدرت الأمم المتحدة في جويليا من العام الماضي قراراً يتبنى الإنترنت كحق أساسي من حقوق الإنسان، ويعترف بضرورة ضمان التوصيل لكل شخص على وجه الأرض بهدف ترقية التقدم البشري. ومع ذلك لا تزال إفريقيا متخلفة عن بقية العالم، لأنها محرومة من مختلف مزايا التكنولوجيات التي من شأنها أن تضفي تحولاً كاملاً على مجال التعليم، لما تتيحه من تسهيلات متعددة في التدريس وما توفره من منصات لتقاسم المعارف. العلم أيها السيدات أيها السادة هو التراث غير المادي للبشرية جمعاء، ويفترض أن توفر التكنولوجيا الوسائل اللازمة لنشره على البشرية قاطبة. على الأقل ذلكم كان هو المبتغى المنشود عند إنشاء الشبكة، وتلكم كانت الآمال المعقودة عليها. الواقع أنه يتم بذل الجهود وصرف الأموال، وقد تحدث السيد الأمين العام اليوم الصباح عن الاستثمار وتسخير الوقت لتطوير أجيال جديدة للشبكات وتصنيع هواتف ذكية أقل حجماً مزودة بكاميرات أكثر طرافة وشاشات أعلى دقة، كما أننا نستخرج المعادن النبيلة ونستغل الأتربة النادرة غير مبالين بما نلحقه من أذى للطبيعة، فقط بغرض الحصول على أجهزة جديدة تحوي أدوات أكثر تسلية. أين مستقبلنا من كل هذا؟ ماذا عن أهداف التنمية المستدامة؟ وماذا عن حقوق الإنسان؟ أي السيدات والسادة الأفاضل، إن حكمنا العقل وتوخينا الرزانة وصلنا لكون أولويتنا ليست في زيادة سرعة تدفق الإنترنت لتلبية رغبات أولئك الذين يستفيدون من التوصيل، وإنما الأولوية كل الأولوية هي توصيل أكبر عدد ممكن من الناس
عبر جميع مناطق العالم. وإنني أرى بقناعة تامة وإيمان راسخ أن من واجبنا أن نحرك القدرات الكاملة لدى شعوب إفريقيا، تلك القدرات التي طالما تذهب سدى بسبب نوعية التعليم الذي يستفيد منه شبابها. لذلك يجب أن تنصب جهودنا أساساً نحو إيجاد عالم موصول يتسم بمزيد من المساواة والتكافؤ والتجانس، على أساس أنه استثمار جماعي لضمان مستقبل البشرية. ختاماً السيد الرئيس، السيدات والسادة الكرام، أظن أننا كلنا نترقب عالماً فذاً يتوصل إلى اختراع علاج لداء السرطان مثلاً. لسنا ندري اليوم، فلعله الآن لا يزال طفلاً مرحاً يلعب في ظل شجرة إفريقية أو في ظل نخلة في البنغلاديش أو في نيكاراغوا. فلنوفر الإنترنت هناك، فلقد قد نمنح ذلك الطفل فرصة ليساهم هو في إنقاذ البشرية. وإذا أتمنى النجاح للمؤتمر، كل النجاح، أشكركم جميعاً على كرم الإصغاء. شكراً.